المدولة قانونا وعجمت المحكمة وقبول طلب حل حزب الحرية والعدالة شكلا وفي الموضوع بحل الحزب وتصفيه أمواله ويولجها إلى الخزانة العامة للدولة على أن تقوم بتصفية اللجنة المسؤولة بالأسباب بالنسبة لبلد الحكومة المرفوعة من الأفراد والمحجوزة للحكم والتي تم مد أجل الحكم فيها إلى هذه الجلسة حكمت المحكمة بعدم قبول هذه الحكم. رفعت الجلسة. رفع الجلسة.